أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول بأنه لا يؤمن بالعين ولا بالسحر؟ نعم، لا يؤمن بالعين ولا بالسحر، هذا مكذب للنصوص، كذب للنصوص من الكتاب والسنة التي تدل على وجود العين، الإصابة بالعين، ووجود السحر. اللي يقول أنا ما أصدق بالعين، ما في عين ولا في سحر، هذا مكذب للأدلة، إلا أن يكون جاهلا فيجب أن يتعلم. أما إن كان يعلم النصوص ويعرفها فهذا على خطر عظيم، ينكر ويخالف النصوص وينكر ما دلت عليه النصوص الصحيحة. نعم.